اهلا بحضراتكم. في كلام كتير قوي على فكره دوري المحترفين، احنا ليه ما طبقناهوش لحد دلوقتي ومستنيين ايه عشان نطبقه؟ هو احنا لازم نتهدد من الفيفا عشان نطبقه؟ اخر حاجه وصلنا ان المفروض مش عايزين نقول تهديد من الفيفا، بس هي ادتنا مهله انه موسم 2011-2012 لازم نطبق فيه دوري المحترفين. السؤال الاهم هو ايه دوري المحترفين واحنا ليه ما عملناهوش لحد دلوقتي؟ لانه اكيد المفروض ان يكون حاجه في مصلحه الكوره المصريه. المفروض ان احنا نعرف تفاصيل اكتر عن دوري المحترفين من خلال ضيوفنا اللي مشرفينا. نبدا من اليمين، دكتور محمد فضل الله، خبير التشريعات والقوانين الرياضيه واستاذ بكليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان. اهلا بحضرتك يا دكتور. وايضا المهندس خالد مرتجي، وهو عضو لجنه الانديه بالاتحاد الدولي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مهندس خالد، اسمح لي نبتدي الاول مع الدكتور محمد عشان نساله يعني هو ايه دوري المحترفين واحنا ليه ما تطبقش في مصر لحد دلوقتي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا بس قبل ما نخش في تفاصيل دوري المحترفين، لان هو في كم من الاشتراطات الكبيره اللي هم حددوها بحيث ان الانديه يجب ان تلتزم بها وفقا للاتحادات الاهليه الخاصه بها، احب اتكلم على فلسفه التفكير الاوروبي او فلسفه التفكير الاتحاد الدولي في اقرار هذه الاشتراطات. يعني هم بداوا يفكروا في هذه القضيه من سنه 95، مؤتمر بودابست، مؤتمر هلسنكي، قدموا مجموعه من الاوراق اللي هي بتنص على ان الرياضه عشان يتم تطويرها في دول اوروبا يجب ان تخضع لمجموعه من السياسات. اول حاجه اللي هي السياسات الانمائيه، سياسات الاندماج الاجتماعي، سياسات الحوار ما بين الثقافات المواطنه الاوروبيه. ولما نيجي احنا نفند الاشتراطات هتلاقيها بتنفذ هذه السياسات الاربعه. لما نيجي نتكلم على ان الجمهور لازم لا يقل عدده في المباريات عن 5000 متفرج، فدي سياسه انمائيه. لما نيجي نتكلم ان الحكام لا يقل عن 8 حكام دوليين، دي سياسه انمائيه. لما نيجي نتكلم على ان النادي يجب ان يمتلك ملعبا خاص به، فدي سياسه انمائيه. لما نيجي نتكلم على ان الانديه يجب ان تمثل مجموعه من الروابط تدير منظومه كره القدم، فده اندماج. يعني دلوقتي لما 16 نادي اللي هم احنا بنتكلم عليهم يقعدوا مع بعض على طاوله واحده، هتلاقي حل كثير للمشاكل اللي بتحصل فيما يتعلق بانتقال اللاعبين وصفقات في ما بين الموسم وهكذا. لما نيجي نتكلم على ان المواطنه العربيه او المواطنه الكرويه تظهر من خلال ان احنا كلنا كاتحاد عربي او كلنا كدول عربيه او كلنا كدول افريقيه هيبقى لينا هويه واحده، الدوري في السعوديه زي الدوري في مصر زي الدوري في قطر زي الدوري في الامارات زي الدوري في نيجيريا، كله نظام واحد، فده هويه كرويه. لما نيجي نتكلم على ان لما يحصل تبادل ما بين هذه الروابط فده حوار متعدد ما بين الثقافات. فاذا هم بينظروا الى الرياضه من منظور ان الرياضه هي نسبه اقتصاديه عاليه، وده لجأوا ليه؟ لأن آخر تقرير قال إن الاقتصاديات اللي ناتجة عن كرة القدم بتمثل 3% من التجارة العالمية. أيوة. حجم التبادلات المالية الناتجة عن كرة القدم فقط 3% من التجارة العالمية. وفي نفس الوقت أوروبا هي الكيان الأعظم في الكورة، وإنجلترا هي الأساس، هي دولة أوروبية هي الأساس في إنشاء كرة القدم. فإذا دي الفلسفة التي قامت عليها إن يبقى في دوري منظم يحتوي على مجموعة من القواعد المنظمة تضمنها كل الدول. طيب هرجع لحضرتك تاني علشان نعرف إحنا ليه، إيه هي شروط تطبيق فكرة دوري المحترفين في مصر. مهندس خالد، إحنا ليه لحد النهاردة ما ابتديناش نطبق دوري المحترفين؟ ايه مشاكلنا؟ قبل ما نعرف الشروط نقول برضو ايه المشاكل. بصي حضرتك، ما فيش شك ان المشاكل الاساسيه القانون الحالي ما بيديش الحريه للانديه انها تطبق نظام الاحتراف. يعني مثلا حد يحرك مثال بسيط، هو الاتحاد الدولي عايز دايما ايه؟ عايز ان تبقى نشاط كره القدم يدار باحترافيه عن طريق شركه، تبقى الشركه هي اللي بتدير هذا النشاط. الشركه دي لابد انها تبقى مستقله، ملهاش اي، الدوله ملهاش اي هيمنه عليها. وفي نفس الوقت اساسي في هذا الموضوع ان هذه الشركه يبقى ليها ميزانيه مستقله غير ميزانيه النادي ككل، تماما تبقى ميزانيه مستقله فيها مكسب وخساره وفيها ريفينيو ستريمز وفيها بي ان، يعني كل ما هو يخص. لان حضرتك زي ما تفضل الاستاذ مصطفى قال، الكره القدم النهارده بقت صناعه، ما بقتش بس مجرد الرياضه، ما فيش شك ان هي رياضه، لكن هي صناعه النهارده، دخل قومي وبقت حاجه لابد انها تدار من هذا المنطلق. حتى لانها تنمي كره القدم لابد انها تدار بطريقه احترافيه. احنا ما عندناش الكلام ده في مصر. يعني مثلا حد حضرتك ابسط مثال، النهارده يعني انا اسف لو هخش في موضوع التلفزيون، النهارده مثلا انا
كنادي صاحب المنتج وهو المباراة. يعني أنا مثلا عندي احنا 16 نادي، أيوة. احنا صاحب المنتج اللي هو بلعب 15 مباراة على أرضي، انا صاحب المنتج. النهاردة انا ما عنديش حق ان انا بيع المنتج ده، عشان النهاردة التلفزيون بيقول لي لا انا صاحب الشارة. طب ما هو منين انا النهاردة عايز ابعد هيمنة الدولة وانا النهاردة ابقى شركة مستقلة ما فيش اي دعم من الدولة، ومش مديني انا حقي انا ان انا اسوق بما يفيدني انا المنتج بتاعي. وخلي بال حضرتك ان عايز اقول يمكن 40 او 50% من الريفينيو ستريمز او من مصدر الدخل بتاع الانديه هي موضوع البودكاستنج، او هو موضوع التلفزيون يعني، او 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 عوائد البث. فدي من ضمن الحاجات المعوقات. الحاجه الثانيه موضوع الروابط. النهارده الروابط في مصر لا تتبع، النهارده يقول لك الروابط عباره عن هيئات غير قابله للربح، اللي هي زي رابطه الانديه بالظبط. النهارده لما نيجي نمسك مثلا برضو زي ما السيد المستشار قال، النهارده اكبر دوري ناضج واكبر دوله ناضجه في كره القدم او في صناعه كره القدم هي انجلترا. هي عندها حاجه اسمها البريمير ليج. ايوه البريمير ليج ده بيدار، يعني ايه بريمير ليج؟ يعني رابطه انديه المحترفين اللي هي مسؤوله عن الدوري اللي هو الدرجه الاولى اللي احنا بنسميه عندنا دوري 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 الدوري الممتاز. دول عباره عن شركة ذات مسؤولية محدودة بنظام اللي هو الأسهم. مش هنقول هنبعد اتحاد الكورة، لا اتحاد الكورة له سهم، ولكن له سهم ذهبي. السهم الذهبي ده بدون صوت. الرابطة دي هي اللي بتدير شؤون الكورة، هي اللي بتسوق المنتج بتاعها، هي اللي بتبيعه وبتوزع بطرق أو بكريتيريا معينة. فين الكلام ده هنا في مصر؟ لغاية دلوقتي ما نقدرش نعمله، لأن القانون لا يسمح ان يبقى الروابط تبقى هيئات قابله للربح. فدي برضو من ضمن الحاجات المعوقات في حته دوري المحترفين او حته انشاء الروابط، وهو ده الاساس، لان الرابطه هي المفروض المسؤوله عن تنظيم المسابقه اللي بتمثل احنا النهارده 16 نادي في الدرجه الاولى. يبقى لابد ان يدار هذا الدوري عن طريق رابطه الانديه، وهي صاحبه حقوق كل ما يدار داخل هذه المسابقه. جميل دكتور محمد، عايزين سريعا كده نعرف ايه هي الشروط الواجب توفرها حتى يكون في مصر دوري للمحترفين. بس اسمعيني حقيقي بس في دقيقتين اعلق على كلام الباشمهندس خالد تفضل بيه. طبعا كلام يحمل قيم كثيره، ولكن احنا دعينا نتفق على ان القانون المصري قانون 77 لسنه 75 لا يمنع اقامه دوري المحترفين بكافه شروطه واشتراطات، وهذا قولا واحدا. واحنا لما بنتكلم ما بنقولش كلام مرسل، ولكننا بنقول كلام مسند وله نصوص قانونيه مثبته. تمام. في 2005 اتعمل مؤتمر قوي جدا، مؤتمر حوالين عمليات التنظيميه للممارسه الرياضيه في بودابست، وتقدمت ورقه رئيسيه حوالين الصعود التنظيمي للدوله تجاه الرياضه، والورقه دي كانت هي الاساس في تفكير الاتحاد الدولي فيما يتعلق بهذه الاشتراطات. هذه الورقه نصت عليه او فرقت ما بين حاجتين، ما بين التنظيم الذاتي لعمليات الروابط والتنظيم المؤسسي داخل الدوله. تمام. وقالوا ان التنظيم الذاتي الذي يخضع لاشراف الدوله او يدخل تحت نمط من انماط الدوله المتمثله في الاتحادات الاهليه افضل هذه التنظيمات. ولذلك هو اشترط في دوري المحترفين ان مجلس اداره الرابطه يجب ان ينضم في عضويته نائب رئيس مجلس الاداره الاتحاد او رئيس الاتحاد او من ينوب عنه، بحيث ان تكون الدوله ممثله في هذه الرابطه. ايه الفكره من كده؟ لانه لقوا ان الروابط عندما تستقل عن الدوله الروابط اصبحت تحتكر السوق وتحتكر هذه المباريات، فما بقتش خاضعه لاشراف الدوله، فبالتالي اندماجها داخل الدوله امر ايه هام جدا. ولذلك القانون نص في لائحته اللي اقرها المجلس القومي للرياضه في 2008 على ان من حق الانديه تكوين شركات مساهمه، وهذا نص قانون. يعني اهو يجوز للنادي انشاء شركه مساهمه يساهم فيها النادي واعضائه، وتتولى الشركه تسويق الشعار، ده قال لها الاختصاصات والاعلانات والزي الرياضي الخاص بها، كما تتولى تمويل وتسويق صفقات اللاعبين وبيع وشراء واعاره وتسويق بيع تذاكر المباريات. يعني الماده 91 من لائحه الانديه الاساسيه المقرره في 2008، ودي اقرت وفقا للقانون. تمام. القانون 77 في مادته 53 أعطى للنادي وأعطى للهيئة الحق في استثمار أموالها الثابتة والمنقولة بأي طريقة كانت وفقا لسياسة الدولة بما يحقق ربح
بما يحقق ربح، ده نص القانون. جميل. طيب نقول سريعا الشروط عشان في الحقيقه احنا يعني برضه هم اكثر من 20 اشتراط. كابتن فتحي نصير بنرحب بحضرتك يا كابتن، اهلا بيك معانا. اهلا بيكم ومساء الخير جميعا على كل الساده المشاهدين لمصر النهارده. اهلا بحضرتك. بستاذن معاك نجم كبير كراوي كبير قديم كابتن خالد. كلكم قوم. اهلا بيك اهلا بيك كابتن سامحه. طبعا كابتن فتحي نصير طبعا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري. كابتن فتحي يعني حضرتك بس يعني خليك معانا في هذا الحوار لانه دكتور محمد هيقول لنا ايه هي الشروط اللي المفروض يقوم عليها فكرة يعني ان يكون هناك دوري محترفين في مصر. هو مجموعة من الاشتراطات وفقا لما قلت في الاول وفقا لاراء والناس المتخصصين وفقا للابحاث اللي تقدمت للمفاوضية الاوروبية تتمثل في الاتي، ان هو حدد لك ان النادي كل نادي يجب ان يكون له ملعبا خاصا مستقلا به. عدد الجمهور في النادي الاستاد ده لا يقل عن 5000 متفرج. جميل. وان التذاكر المباعه لازم تكون 2000 تذكره على الاقل كمرحله اولى ثم تزيد الى 5000، يعني لازم عدد الجمهور يكون 2000 من خلال تذاكر مباعه وليس التذاكر مجانيه. يجب ان يكون لكل ملعب مستشفى مجاوره له بلا تزيد المسافه عن 3 كيلو، يجب ان تكون الرخصه الدوليه شرط اساسي للتدريب سواء مدربين او اداريين. لازم ان يكون في رابطه تدير 16 نادي المحترف او الانديه المحترفه تديرهم رابطه مستقله لها ميزانيتها الماليه الخاصه ولها جمعيتها العموميه وهكذا. يجب ان ما يقلش عدد الانديه المحترفه داخل الاتحاد الاهلي عن 12، ما يقلش عدد اللاعبين المحترفين داخل النادي عن 20، وعدد الحكام 8 دوريين زيهم المساعدين. ده سياسات انمائيه، ده بينميه. طب انا شايفه انها كلها يعني شروط ممكن تكون متوفره، كله متوفر وكله تفعيل الماده 18 اللي هي الجمع ما بين مؤسسه تجمع ما بين ناديين. واخد بال حضرتك؟ ضبط المنشطات، لازم ان يكون في غرفه لضبط المنشطات، لازم يبقى في غرف ملابس خاصه باللاعبين والفرق مجهزه على اعلى مستوى، لازم الانديه تبقى ميزانيتها الماليه المتعلقه بكره القدم ميزانيات مستقله، لا تدخل في ميزانيات النادي الاخرى ولا تصرف ولا تصرف.